السلام عليكم اخوت، نتمنى كل شيء يكون بخير وعلى خير. لقيتوني واحد الشارع هنايا سميتو شارع اجياد. شوفوا معايا كيف الديكور ديه. الا مشيتي مع هاد، انا جيت من هنايا، من هنايا كاين الحرم المكي، من هنايا مشيتي نيشان عاد توصل للحرم المكي على هاد الشارع. انتما اخوت شوفوا معايا البيكالا، عادي شحال وهي واقفة مدة. انتما كتشوفوا بسرعة عامرة بالزق حاجاتكم ديال الحمام كاع عامرة، لان كنت موقفة في واحد البلاصة الصراحة امان والله. الا لقيت واحد حدا الحرام نيت في واحد الشارع فيه مطار بيكالات واقفين و سميتو مع هاد. من النهار جيت انا تقريبا جيت نهار جيت مع العشرية من الاخر في رمضان، هي فاش جيت لهنايا لمكة ما خدمتهاش. انا خليت الماتريال ديالي، خليت كلشي الخيمه داكشي خليته عند الدري المغربي اللي استضافني في المدينه المنوره، خليت عنده الماتريال كامل وزيت معايا غير بيكالا جبتها في الكار. صدق ملي جبتها هنايا ما خدمتهاش، وبقات مع الحرام الزحام والمكه عامره ما لقيتش فين نخليها. وانا نلقى واحد البلاصه، شوف سبحان الله اخوت كما قلت لكم الكاميرا تقطعت ليا، فخليتها تما في ديك البلاصه واحد المده. تقريبا دابا اليوم راه نهار ثالث عيد اليوم، نهار 3 في شوال، خليتها تقريبا 13 يوم وهي مربوطه بواحد البلاصه، مربوطه غير بالجلده ماشي بالسلسله ولا شي حاجه. والحمد لله ربي يستر فيها، بقات حتى واحد ما قرب ليها الحمد لله، وخا الدنيا عامره بنادم غادي جاي، ولكن الحمد لله حتى واحد ما قرب لها، حتى واحد ما داها فيها. يلا حركتها اليوم. ف بغيت نقول لكم الخوت عيد مبارك سعيد، وخا جات مؤخره اليوم 3 ايام في شوال. الله يتقبل منا ومنكم صالح اعمال بعد النظر الزوين في هذا الصباح الزوين. دابا تقريبا خمس ساعة، دابا تقريبا السبعة كنقسم، قالتوني يلاه خارج من المدينة، من مكة غادي في هذا الشارع هذا، فغادي إن شاء الله المسجد ديال عائشة رضي الله عنها، باش ندير غندير واحد العمرة هذا الصباح إن شاء الله يا ربي. عندك 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 الشارع أجي خصنا ندورو غير مع هذا الشارع هذا، نكمل معاه. ف هنايا الخوت هذا المسجد ديال عائشة هو المسجد اللي كدير منو كدير منو الإحرام، كيتسمى الميقات، ماشي السمية ديالو ميقات، أنا هاد المعلومة ما كنتش فاهمها في الأول. هاديك الميقات اللي كاين في المدينة المنورة كانت كتحب مسجد سميتو الميقات، ولكن الميقات يعني هو المسجد اللي كدير فيه نية الإحرام، بحال هاد المسجد ديال عائشة. دابا أنا كنت ديجا كنت في المدينة، درت نية الإحرام العمرة الأولى تما، ودابا بغيت نزيد عاوتاني العمرة الثانية على واحد السيد من العائلة الله يرحمه. ف سميتو فكتجي هذا المسجد، هذا المسجد عائشه كدير نيه الاحرام، كتلبس الاحرام ديالك صافي، وكتجي للكعبه، تجي للحرم المكي دير الطواف ديالك والمسائل، تكمل النسك ديال العمره. فكنت غادي في الصباح قلت نصور لكم شويه لقطات، شوفوا معايا الاجواء كيفاش دايره. حنا دابا اول مره صراحه انا كنشوف هادشي، انا اول مره قلت نبارطاجي معكم شي فيديو باش ما نغبروش شويه. نبقى معكم بالجديد ان شاء الله. هذا شارع اجياد، دابا غندخلوا واحد الشارع واحد اخر. سولت واحد البوليس هذا الصباح قلت له ديال الطريق ديال المسجد عائشه، كانت عاطيني في الماب تقريبا شي 8 كيلومتر، انا 8 كيلومتر كتجيني عادي يعني بالزربه غنوصل لها واحد نص ساعه ولا 40 دقيقه. قال لي انت راه مشوار بعيد، بقيت كنضحك، قلت له مشوار بعيد، قلت له ماشي تبارك الله شحال ديال الطرقان كنا كنضربوا، قلت له 8 كيلومتر عادك اش كتقول بسم الله. والله يسر الامور. نيت نوريكم اخوت مسجد عائشه كيفاش داير، بانت لي عطيني شي حاجه في الطريق نصورها لكم، الديكورات المسائي توحشنا الطبيعه صراحه، والله العظيم توحشت الطبيعه اخوت. الله يلا عاب النار، خرجت من تنزانيا صافي ما بقاش شفت الطبيعه بزاف تما. حتى الاردن شوف فيها شويه الطبيعه، ولكن ماشي ديك الغابات وديك خضورية عيني كتشبع خضورية. دابا راه شهر دوزو شهر ونص في الأردن، ولا شهر وعشرين يوم، وعاد زائد أنا دابا في مكة دابا في السعودية، واحد الطوبيسات ديالهم هنايا حافلة مكة. يو عندهم طوبيسات نقيين صراحة، صراحة كاين واحد التنظيم زوين هنا في السعودية والله، في الحرام تما داكشي منظم تبارك الله ما شاء الله. اللهم زد
هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ان شاء الله. شوف على خود داكشي كيفاش كيبان ناضي تبارك الله، البنية التحتية اللهم بارك. جيت تبارك الله عشان خوت عندهم هنايا عندهم واحد السيستم، شتي دابا هذا غيبان لكم واحد الروبو واقف هنايا، ها هو هذا اللي واقف هنايا، فيه واحد الكاميرا، عنده واحد ديتيكسيون اوتوماتيك، اين فوا كتحرك ستوب كيصورك، كيصيفط كياخد الماتريكول ديالك، كيجيك اس ام اس في التليفون، فيه غرامة. عرفتي عندهم معندوش الضحك في هادشي، هذاهم القانون عندهم صارم، مكاينش الضحك. هاديك النهار كنت مشيت لجدة انا ووالدي، درنا واحد الجولة تما، وملي كنا جايين داك الترونسبور اللي جينا فيه، ترونسبور كبير شوية كيهز 11 بلاصة، وواقيلا في لاسيرونس مقطع غير 8، وقفونا في واحد البراج، وقفونا في واحد البراج، قال لي مقدا عرفتي ما عطلوش في البلاصة، الشاف الله يحفظك الله يحفظك، قال لي ما قال لا حفظك الاول، قال له شحال عندك؟ قال له هز معايا، قال له شحال هز؟ قال له هز 11، قال له شحال عندك؟ قال له 8، صافي ما زادش طول معاه بزاف، هو عيط واحد الشاب واحد اخر في البلاصه داك الشيء، جوج دقائق ثلاثه قال لي باق الرق، قيدوا الماتريكول ديالو باق، جاء اس ام اس في التليفون في البلاصه في 1500 ليره 1500 ريال تقريبا، شي 2000 شي 4000 درهم تقريبا، 2500 ريال في البلاصه، ما عطلوش وما وقفوناش بزاف، تنقول لكم جوج دقائق ثلاث دقائق وقف، عمروني مخالفه باق الرق سير الله يعاون. ديك الليله ديك الساعه هذه ما ثلاث ايام الاخر قبل العيد صارمين هنايا في القانون ديالهم، صارمين صراحه، يجي انسان ينضابط. شوف واحد السلسله ديال الفنادق هنايا خاوي هادشي، هذا الفندق اللي عامر يمكن، هذوك الفنادق اللي كتشوفو الخوت في الحرام، كاين شي فنادق بعدا ماشي هذوك اللي حدا الحرام واحد شويه بعد منه واحد 200 متر، كتلقى فندق طويل فيه برج كبير فيه 20 طابق، كتلقى في اللوطيل الله فيه نجمه وحده، الله يا اخي اش بغيتي عندنا اخويا، الله يجعل عنيه. فالخوت بالنسبه للناس اللي كانوا صراحه كتبوا لي كومونتيرات كتبوا لي الدعم معنا، صراحه الله العظيم الخوت قبل من لوح فيديوهات، هاد الفيديوهات راه مصاورين شحال هادي، وعاد نزلتهم حتى الاخر حتى ورا ليله القدر عاد بديت كننزلهم، فوالله العظيم الداعش معكم الخوت قبل ما تقولوها ليا، فاش كنت جاي في الرحله وكنت داعم معكم والله العظيم، فشكرا لكم بزاف بزاف الخوت بارك الله فيكم. عرفتي هنايا خوت في مكة ترى شحال ديال الحمام تبارك الله، بعدا حدا الحرام مزيدين بزاف، ها هو داك خونا اللي خلعنا الله يخطيه. يا زلمي شوف يدك يا زلمي، ها الدراري صغارين. عرفتي خوت غادي مقابل التصوير تنسيت الدورة، كاين المسجد العائشة كاين راه هنايا، شحال اللي من ولا على اليسار ما عرفتش، ممكن واحد الدوره مع هاد في رجلي كاين هنايا، وتيقول لي هذاك البوليسي مشوار بعيد، انا كاع ما حسيت به، يلاه جيت يلاه بديت الحمد لله. شحال هادي ما تحركش بيكاره صراحه، مو حاش نضرب بيضا بيكاره خفيفه. يا سلام الساك هذا عندي فيه الاحرام، فيه كل شيء المسائل اللي غنحتاج، شارع عتيب بن عزيز قيل هو هذا الشارع، يمكن هو هذا، صبر نتاكد، هذا هو الشارع اخوت، شارع صحيح. هذوك الدراري اللي وقفوا لي بالطوموبيل ديك سميتو اللي كانوا كلاكسونوا عليا في طريق قبيله، وقفوا هضروا معايا الساعه الكاميرا قطعات ما سجلات هذيك اللقطه اش كنصور فيهم، قالوا لي راه انت كنتي واقف في الطريق حنا كلاكسونوا عليك باش بغيناك تحيد من الطريق. سيما الله يا خويا داك كلاكسون داك راه ماشي كلاكسون، داك راه هيجتيني انا، صحابها شي موتور كبير جاي بغيت نهرب منه، بس
هي طوموبيل كبيره، شارع عبد الله بن اعين غيكون هنا المسجد، ما بعيدش بزاف يكون هنا. نحس بالدنيا نقيه عاد بالصباح، الدنيا خاويه بقى حتى 7 الصباح ما كايناش. يا سلام خرجه في الصباح تكون ناضيه. هذا هو الشارع ديالو راهو شي، باش كتكون عندك بيكالا خوت ما تحسش فيه حتى اللي وتجي قطعة من هنايا زد البيكالا بحال هكا فاشويه، تسنى الشانطي خو وكمل الطريق ديالك حياة السعيدة. فاللي بغى مثلا يدير عمرة ثانية كيجي لهذا المسجد الخوت، كيدير فيه نية الإحرام، حيت الناس ديال أهل مكة عندهم هاد البلاصة هادي ديال المسجد عائشة رضي الله عنها. كاين واحد المسجد واحد آخر سميتو جعران، تا هو ميقات حتى هو بعيد في الطريق ديال الطايف، بعيد بعد من هذا. شتي هو مسجد بسيط، تقبل الله. سولت واحد السيد واحد الدري ودابا قلت له مسجد عائشة، قال لي هو هذا. علاش ما نقول له واش هو نية الميقات؟ قال لي تقبل الله، من سمعته قال لي تقبل الله صافي عرفت بلي راه هو اللي كيديروا فيه الإحرام. كاين شتو خاوي كاين حتى شي واحد قلت وقيلا وقيلا هذا الجامع ماشي هو هذا، تقول لي الجامع خاوي ما كاين حتى واحد هنايا، تلقيت الباب مسدود. اليوم نهار السبت الدنيا خاوية حتى واحد ما خدام، ياك ماشي جامع واحد آخر. قرات جوجل مابس عطاني شي جامع، قال من هنا مكتوب جامع عائشة رضي الله عنها. الاخر ديال عائشة رضي الله عنها داك اللي كيديروا فيه سميتو راه كبار من هذا. انا كتشوف باش كتجي في الطريق شي جهة اخرى، من الجهة الاخرى من 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 الحرام. ويلي يا صاحبي شو انت عاطيني هنايا في هاد الجهة هادي؟ ها الحرام فينا هو؟ قال لي مسجد، ها هو مسجد ام المؤمنين عائشة في الجهة الاخرى من الحرام. ناري على خاطر نو وي، شوف انا فين كاين، شوف الحرام فين كاين في هاد الدوارات هادا تقريبا من هنا لهنا كاين تقريبا واحد 8 ولا 9، عاد زايد مسجد عائشة كاين في هاد الاتجاه. شوف دابا شحال كيعطيني الكونومات. اوي يا صاحبي وسول داك السيد صاحبي لا حول ولا قوة الا بالله. هذا هو زاد فرحني سمعت ديك تقبل الله، قلت صافي راه هذا هو المسجد اللي كيديروا فيه الاحرام، ها هو مسجد ام المؤمنين عائشة. اوه صاحبي دابا خصني نرجع حتى الاخر، دابا انا خارج اليوم باغي ندير النية ديال العمرة وصافي. لا حول ولا قوة الا بالله. صافي دابا خوت غادي نقطع هاد الشيء هذا حتى نوصل للجامع الاخر، نوري لكم من برا، غتكون هذيك هي اخر لقطة ان شاء الله. غنصبر وصافي والله مزرفت، سبحان الله ديما كيوقع لي هاد البنات هاد. انا كتبت في جوجل مسجد عائشة طلع لي مسجد هذا، طلع لي هذا اللي جيت فيه انا دابا. شنقول هذا ماشي مسجد اخر، الاخر كبير وهادي والله فيها خير. صافي يا اخي انا رجعت للطريق الخوت على الثاني كما كتشوفوا معايا، عاد ضربت واحد 8 كيلومتر في الاول ولا 9، وغنرجع دابا هاد 8 على الثاني ولا 9 هي 18 كيلومتر ولا 17. عاوتاني من الحرام للمسجد ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها واحد 10 كيلومتر عاوتاني ولا 9، عاد رجع عاوتاني للحرام واحد 10 عاوتاني ولا 9. قلت تقريبا والتوطان عندي واحد 37 كيلومتر، الله يجعلها في ميزان الحسنات. شحال خوت هاد النفق غادي نسمنو، عارف بلي ما خاصنيش نوز منو، انا بيكالا ماشي ديال النفق، واحد النفق واحد اخر كير ما عنديش طريق، لان لما مشيت من الطريق ديال الطوموبيلات شلا كملت الحرام تما الطريق مبلوكيا وما عندكش مين تقطع من الحرام، خاصك ضروري تتفاداه. هادي الطريق طلعت لي في جوجل مابس، الله هاد النفق حتى هو يكون قصير ما يكونش طويل بزاف. واحد النفق واحد اخر، يلا خرجت من هذا، ها واحد اخر على الثاني، عطيه واحد الصداع فيه الخوت
وما يمكنش واحد الصداع كي دار في الراس كيخرجوا الريح ولا ما عرف ديرهاش داك الصداع. شوف معايا شوفوا الناس فين يجي شوف غامر او غادر. عاد خو شحال ديال الانفاق كاينين في مكه؟ كاين بزاف كيحفروا تحت من الجبل وكيدوزوا الطريق لان مكه كامله جبال تقريبا. راه هو البرج ديال الحاره شتي برج ساعه شتي من ولا كيبان. عاد شو واحد النفق شحال ديال النفق قسم ثلاثه او واحد اخر او واحد اخر من الجهه الاخرى او واحد اخر قدامي. راه هو الحرام دابا جينا من الدار ديالو راه شتي الحرام اللي كيبان راه هو الخوت. عرفتش غيبان لكم مزيان ولا لا؟ ها هو راه انا دابا جيت من الدار اول مره كنشوف هذا المنظر هذا من الدار ديالو لان يعني ما تجي ما كيجيوش منا الناس بزاف ولا لا؟ راه هما الناس اللي كاينين المعتمرين. عرفت الخوت ديك النفق ملي خرجت منه مع طويل ترى تخنقت والله حتى تخنقت بالله ملي خرجت عاد حسيت بالهواء كيديروا فيه واحد ليزاباراي هما اللي كيديروا داك الصوت اش واقيلا ديك كيبقى يدخل الهواء وكيخرج الهواء حتى راه تخنقت فيه وحق الله ملي خرجت حسيت حسيت بهذاك حسيت داك الاحساس. هما المعتمين غادي حتى هاد الجهه كتدخل ولكن هاد الجهه معلاش الضغط بزاف بحال الجهه الاخرى الجهه الاخرى اللي فيها البشر بزاف وباين سميتو كيديروا التوسعه الثانيه من الجهه عاد سبحان الله. شوف عاد ثاني الجهه كيفاش كتبان هذا الشيء اول مره كنشوفه والله العظيم انا من مكه جاي سبحان الله اللهم زد وبارك يا رب. شوف اخويا شحال ديال الفنادق هو تبارك الله ما شاء الله ولكن اخويا بالسيف راه باش تهز 3 مليون ديال البشر ربعه خمسه شي غادي شي جاي راه خاصك تكون المدينه كامله فنادق دابا الجهه كامله اللي دايره الحال حرام كامله فنادق كلشي كلشي كاينش الديور والمحلات التجاريه الساندويشات مقاهي مطاعم محلات تجاريه. دابا حنا في الجهه الاخرى دابا حنا وصلنا الحرام فتناه دابا حنا في الطريق للمسجد من الجهه الاخرى. شنو كيبيع هذا هنايا؟ عليه السيرفيس هاد الشارع الا مشيتي مع نيشان غنوصلو ان شاء الله مسجد عائشة ام المؤمنين كيسميو مسجد تنعيم. عاد قريتها في واحد البلاكة دابا قالت لي تقريبا واحد جوج كيلومتر ولا ثلاثة. ها نتوما الخوت الحمام الناس اللي مولعين بالحمام شوف الحمام عندهم راه مابقاش باغي يطلع يعيش في السماء ولا باغي يعيش في الارض كتجري عليهم كتطلع واحد متر وجوج وكتهبط. اه ما سبحان الله حد البركه معاهم الله يهلا الله يوفقكم الخوت حتى نتوما ويكتب لكم ان شاء الله تزوروا هذه المنطقه يا ربي يا ربي. الله الا كنتمنى لكم من قلبي وحق الله الخوت الله الا شحال مره داعيت معكم الله يوفقكم زياره هذا المكان المقدس ان شاء الله. شوف معايا هاد البلاكة الخوت شحال تبان لكم مزيان باش تقراوها مسجد أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها. راه هو أخيرا وصلنا عليه. بغيت نجيب الطوبيس بغيت نجيب بيكالا شو وحشت البيكالا بغيت نتحرك شوية. هذا هو الميقات ديال باركينج المسائل هنايا الحمامات الدوش هذه البلاصة فين تقدر دير العمرة من تدير احرام الا بغيتي دير العمره الثانيه الا كنتي في مكه. هي هذا يا سلام الحمد لله. قلاد الجهه اللي فيها الحمامات حتى لا وصلت لي كنقد الدنيا خاوي ما كاين حتى واحد تنقول او ما يمكنش. شوف الدنيا شحال عامره شوف شحال المعتمرين لانه كيجيك السحم هنا
دخل للجامع ديال نية الإحرام صلي جرك عاد توكل على مولانا الحبيب. هاي بيك على خليتها هنا ربطتها بديك الجلدة عبد الدراري مسكين قال لي أبشر أبشر ما في مشكل. كيف هنا يا حشي الناس قد جيت ما تأخذ ده الصابون العيبات اللي خاصك ما كنت حتى أنا الإحرام هو سنة الله كل شيء كل شيء قلني هنا أوف. قبل ما ندخل الغسل وداك الشيء فغادي نسبقكم نتوما الاولين باش نسالي معكم هذا الفيديو نوريكم الجامع كيفاش داير. المهم هذه الجهه هذه فيها طواليطات عزكم الله حمامات وهناك المسجد غنمشيو ندخلو نشوفو المسجد كيفاش داير من الداخل ديك الساعه عاد نجي. هما خوتي لا طفات لي الكاميرا ما قلتش لكم بالسلامه غتكون هذه النهايه ديال الفيديو انا الكاميرا بقات فيها 10% ولات كتقطع عليا كتطفى. عرفتي شنو درت شارجيت عند واحد مول واحد الطاكسي واحد الدقيقه ديال المكانه بواحد الكابري ديال الطوموبيل. ها هي دخل للجامع من هاد الاتجاه نوريكم الجامع كيفاش داير من الداخل. شوفوا الحمام الحمام ولا عايش معانا فوق منا ما شاء الله. هذا المصلى ديال النساء هو هذا اللي كاين هنا الاخر مصلى ديال الرجال. الدنيا عامره الله تبقى شعلنا الكاميرا ما تطفاش حتى ندخل الداخل ان شاء الله حتى نوصل طالع هنا بسم الله. اللهم افتح لنا ابواب رحمتك اللهم اغفر لنا يا ارحم الراحمين. بلاصه الامام فين هي كل شيء كيبان لك لابس البيت كل شيء كيدير نية الاحرام من هنا. انا بوحدي اللي باقي لابس فوقيه كان بغيت كان نسال الفيديو عاد ندير نية الاحرام ان شاء الله باش مقطع التصوير باش مبقاش مرض صافي. هذه هي الخطه الاخيره ان شاء الله زيد واحد شويه قدام قصد المؤدين ها هي دونك هادشي اللي كاين الخوت دونك هادشي اللي كاين في هاد الفيديو. شكرا لكم بزاف بزاف نشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي ان شاء الله الى اللقاء تهلاو فراسكم. شكرا لكم بزاف الله يتقبل منا ومنكم الله يوفقكم ان شاء الله.